نماذج لمستشفيات محافظة أسوان وإسماعيلية، واللي شهدت تشريف سيادة الرئيس لافتتاح وتشغيل التأمين الصحي في إسماعيلية والأقصر في شهر 2 من العام الجاري، حيث يقطن فيها أكثر من 1.3 مليون مواطن، وأكثرهم سجل في هذه المنظومة، وأجرت أكثر من 4700 عملية و700 ألف خدمة صحية. الإسماعيلية فيها منشآت صحية الحمد لله تم تدشينها وتشغيلها، كثير من المستشفيات باقي فيها بعض الاستكمالات في بعض المستشفيات في فايد وأنطرة شرق، ولكن نقدر نقول إن ال 54 مركز ووحدة تقريبا قاربوا على الانتهاء، وأكثر من 70% من هذه الوحدات في العمل الآن وكلهم 100% مميكنين. دي نماذج من المستشفيات أبو خليفة ومجمع الإسماعيلية الطبي. محافظة الأقصر، ودي محافظة الحقيقة فيها نموذج مبهر جدا في التأمين الصحي، واللي بنينا عليه كل اللي احنا تعلمناه في المرحلة الأولى أو في بورسعيد، والحقيقة في إقبال كبير جدا من مواطنين الأقصر على التسجيل في هذه المنظومة. أجرينا أكثر من 24,000 جراحة متقدمة ومليون و150,000 خدمة صحية، وأنشأنا السبع مستشفيات. احنا انتهينا من منشآت مستشفيات الأقصر. أدعو يعني كل المصريين، هم فعلا مستشفيات الأقصر بقت، الأقصر هي عاصمة الطب في جنوب الصعيد، حيث فيها أكبر مستشفيات متخصصة على أعلى مستوى، مستشفى الكرنك ومستشفى حورس ومستشفى الدولي وكثير من المستشفيات المتخصصة، وفيها أكثر فيها حوالي 59 وحدة ومركز صحي أكثرهم دخل الخدمة وبـ 100% ميكنة. دي نماذج، دي مستشفى الكرنك الدولي على النيل مقابلة لوادي الملوك من الناحية الثانية عند البر الغربي، ونماذج الحقيقة بأجنحة سياحية تستقطب كل السياح اللي هيترددوا بإذن الله وبيترددوا على هذه المحافظة. في الأقصر هيبقى اخترنا أن هي تكون مقر الإقليم جنوب الصعيد في كفرع لهيئة الرعاية الصحية. لو نتذكر فرع إقليم القناة في بورسعيد، وده فرع إقليم جنوب الصعيد في الأقصر، وبالتالي الفرع ده هيخدم خمس محافظات هي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر. محافظة بورسعيد يعني تعتبر المحافظة التاريخية واللي فيها لوحة التدشين لهذه المنظومة اللي دشنها سيادة الرئيس 26 نوفمبر 2019. الحقيقة هي النظام اكتمل فيها، انتهت 100% من الوحدات والمستشفيات وتسليمهم، والمنظومة بتشتغل بشكل في منتهى القوة وفيها استدامة مالية، ومنها بنقدر نخش على من الاستدامة المالية ومن فوائد الخدمة فيها والتمويل الذاتي الإرادة الذاتي بنقدر نخش على محافظات أخرى في التشغيل التجريبي.